تمت زيادة أسعار المحروقات في هذا الشهر وفي ظل الارتفاع العالمي لخام برنت بواقع 20 قرشا للصفيحة، وشو رأي المواطن بهذا القرار؟ خليكم معنا. والله هذا أسعار عالي جدا، يعني بالدول العربية كلها ما في الأسعار. ثاني إشي هذا استخفاف بالبشر كله، الأردنيين بالذات. يعني لا تعليق أكثر من هيك، ما في أذى. ارتفاع انعكاساته، ارتفاعه على جميع أسعار، هو ارتفاع المحروقات مش بس على السيارات بس، بنعكس على البضاعة وعلى كل شيء والله. يعني وبدليل أني الآن فضلت أمشي عجري، أوفر لي وأحسن لي. والله إحنا يا عمي بنسوق على سيارات عمومية تاكسيات، وأسعار المحروقات قاعدين بنشتغل من الصبح للعشرة 11 في الليل تنحط للكزية. إحنا كنا ندفع حق تنكة البنزين 14 دينار، وكان حق البرميل البترول 90 دولار، اليوم ب70 و75 وبدفعونا 20 دينار. أسعار مش موجودة في الشرق الأوسط إلا في الأردن، أغلى أسعار موجودة. احنا يعني من قبل ما يرتفع الاسعار المحروقات احنا موظفين، يعني انا راتبي لي 17 سنه بالامانه، راتبي بكملش 370 ليره مع الدوام الشهر كامل من غير هالوصله. احنا ملحقين لا اجارات بيوت ولا مواصلات، انا راتبي بروح 3 فواتير، اجار بيت، مواصلات، وخط تلفون للتلفونات، ما بضل صفيني من الراتب الا 70 ليره. شو هم بدهم يصرفوا على عيلة هذول؟ وبتقول لك الحكومة أصبر، بدنا نصبر بس أعطينا نوكل، بدناش أكثر ما إننا نوكل، ما بدنا لا نعيش ولا إشي، بدنا بس نطعم أولادنا. أسعارنا صارت تعادل أسعار أوروبا. الأوروبي بأخذ 3000 يورو أو تقريباً 4000 دولار في الشهر، عندنا الشخص بأخذ 300 دينار في الشهر، يعني يدفع بنزين سيارة حتى يصل عمله أكثر من مرتبه. صراحة ارتفاع الأسعار غير مبرر في الوقت الحالي، لأنه الشعب الأردني أصلاً الرواتب متدنية، والناس بتتوقع من الحكومة خفض للأسعار، ففجأة هيك بيجي ارتفاع للأسعار بصيبهم إحباط. كان هذا الاستطلاع معبراً لرأي الشارع الأردني في رفع أسعار المحروقات. لبرنامج صوت الشعب، إسلام صبيح.